يا والله الدنيا ضحكت تاني يا رجاله، انا حاسس ان انا بحلم. حقا ان بعد العسر يسر. بص يا شيخ حسن، بقالهم 3 ساعات في ضوافر عبد الجليل، عليها جلخ السنين بعيد عنك. جرايه ايه؟ ما انت هتهبى عليا في الكلام، ما تخليك في حالك يا اخي. ما تبقاش خلقي كده بقى يا جماعه. انا صعبان عليا قوي ناجي باشا، يا عيني قاعد في الاوتيل وقافل الاوضه على نفسه ومحروم من متعه الدنيا. انا ابتديت احس انه عامل العمليه دي مخصوص عشان احنا. يا عم خليه قاعد جنب الفلوس، يا رب ما ينزل. اهو ده اللي انا عامل حسابه، يغرق الواد زاهر في الجاكوزي. الواحد يسيب الحلاوه الملبسه التوفي دي ويرجع مصر؟ لا ما نقول ناجي بقى حتى شويه. انا عارف. بقول لك يا شيخ حسن، انت راجل مبروك، ما تدعي لنا كده دعوه ان احنا نعطل هنا يومين. شرط قبول الدعوه لكي تستجاب ان تكون النيه خالصه وصافيه لوجه الله تعالى وحده. بس انت وهو اديني دور. ايه ده؟ ايه النظافه والشياكه دي كلها؟ اصل ده النورمال بتاعنا يعني لا مؤاخذه، بس هي الدنيا في الاول كانت ضيقه شويه. لا لا مش هينفع الكلام كده، العسل ده لازم يشرب حاجه. يا حمامه يا حمامه. ايه يا بني ادم انت؟ ايه يا بني ادم انت؟ احنا في غرزه. ايه يا حسام في ايه؟ انت مالك بتبص لي كده ليه؟ ايه اللي انت عاملاه في نفسك؟ ليه؟ هو انا شكلي وحش؟ شكلك اول مره شفتك فيه عند الحاجه فاطمه كان احلى بكتير. هو انت بتغير ولا ايه؟ لا مش موضوع غيره يعني، بس هو احنا معطلينكم في حاجه؟ انا حاسس ان احنا معطلينهم. يلا بينا. ربنا يعطلك ولا يرجعك يا شيخ ابو الجاسم، قالوا انه بعد لنا هنا 2 3 شهور. ايوه كده يا شيخ حسن بقى. استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. الا قول لي يا ابراهيم. قول لي يا شيخ حسن. باعتبارك يعني زير نساء، كم يبلغ مهر فتاة بكر حسناء دعجاء هيفاء؟ هذا إن كنت أنوي أن أتزوج بشامي. أنت جاي تشتري جواري يا شيخ حسن؟ ثم أنت يهمك فلوس؟ أنت راجل على قلبك قد كده، دلع نفسك. صباح القشطة والصباح اللي بتغني وبتقول ساعات ساعات واللي جاي أحسن من اللي فات. لا لا بلدي قوي اللي أنت بتعمله، إيه القرف ده؟ بلدي إيه يا رب؟ بص دي بتضحك هناك أهي. دي بتضحك عليك يا أهبل. لا هلا بط، ده دي السنارة قمست. غمزت؟ غمزت هنا هيك اهي. غمزت. رئيس الشياكه دي كلها يا ابني، مش مهم البدله، يا المهم الحشو اللي جوه. صح. الله ما شاء الله، عيني عليك برده يا باشا، لابد من قراءه المعوذتين. والله ما عرفتكم بعد ما نضفته. ايه ده؟ ده دول كمان. ايه يا بنت الحلاوه دي؟ والله يا باشا احنا كنا عاوزين سعادتك في حكايه كده يعني اتكلمنا فيها. احنا تعبنا قوي وعاوزين يعني 3 4 ايام راحه كده يعني اذا امكن. عايزين تقعدوا هنا يعني؟ لا انا ماليش دعوه بالعيال دي، انا عايز امشي، عايز ارجع مصر. انا كنت مع ابو القاسم، احنا مش هنقدر نمشي من هنا غير بعد العيد. الحمد لله الدعوه استجابت. طب يا باشا طالما بقى هنمشي بعد العيد يبقى نستأذن بقى احنا. على فين؟ هنروح نشم شويه هوا.
هتشموا شويه هوا ولا شويه نسوان؟ استغفر الله العظيم يا رب من كل ذنب العظيم، انا مش معاهم يا باشا. ولا انا. طب الواد تهام اللي قاعد فوق في الاوضه لوحده ده مرزوع. خلاص يا باشا انا هطلع اقعد مكانه شويه. طب يلا بس مش عايز مشاكل. حاضر حاضر بس يلا. شوفوا يم هجيو ادم مناخم ما مزرتش الخام بيروخيم هبائم. انا ناطرهم من الصبح بس انا لسه بقول انه 500 اسير مقابل 8 هدول كتير ادم مناخم. لا لا ما كتير ابدا ابدا ابدا، هدول بيساوي وزنهم ذهب. بعدين نحن منتظرينهم لانه عنا اسئله كتير ومحتاجين للاجوبه. فولو مي. اللي هشوفه يم أدون مناخ. لا هدول مش الأسرة. مش الأسرة؟ هدول الأسرة اللي بدلناهم مع حزب الله اليوم الصبح. خلاص أنا قلت مش الأسرة يعني مش الأسرة. أنا روتسي لدبير أدون مناخ. أوكي أوكي هنحكي، إحنا هون مش هنحكي. أنا رح أحكي مع كل واحد فيكم. مطلق بس انا اول ما جيت يعني كنت بدور على البطاعات اللي هي بتتعمل في البطوع كده، لان بيبقى انا عندي المطبوعه كلها بس هو ناقص واحد. لا عشان بقى اساعدك في شيء يا استاذ؟ اساعدك في شيء؟ لا تكرمه. اهو يا استاذ. مظبوط وصل. مظبوط عيني. ثواني وتكون عندك. اهلا اسعد بيك، شرفت الاوتيل. ما توخذنا، ما حطينا لك مراسم ولا فرشنا لك الارض رمل. الله يخليك يا ريمون بيك يا معلمي يا تاج راسي. انت بتعرف انه مرتي مريضه وما حسنت خليها لوحدها لحتى امنت حدا يقعد جنبها. بعدين اجيت فورا على الاوتيل. انت بتعرف الدنيا عيد وفي زحمه. لك شو لي علاقه بالزحمه وبمرتك؟ روح غير ثيابك ولا تورجيني وشك. يلا مشان الله مشان الله انا عم بشتغل هون مشان طحن اولادي. لك شو فتح لك جنب.